السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات هل تعلم. هل تعلم يا صديقي العزيز إن مفيش ما يسمى بالوزن المثالي؟ يعني مفيش حاجة اسمها وزن مثالي، دي خرافة أصلا. هتقول لي إزاي يا عم، ده الوزن المثالي هو إنك تجيب طولك وتنقص منه 100. أقول لك يعني مثلا لو واحد طوله 120 يبقى المفروض يبقى 20 كيلو؟ أكيد لأ. طيب إيه هو بقى الصح؟ حاجة اسمها الجسم المثالي. طب الجسم المثالي دوت نوصل له ازاي؟ الجسم المثالي دوت بيكون الى وزن معين، مش لازم خالص ان هو يكون ناقص 100 من الطول بتاعك، لكن الجسم المثالي دوت كل اللي اقدر اقوله لك ان انت توصل له بانك تحاول انك توصل لافضل نسخة منك كل يوم عن التاني. طب وافضل نسخة مني دي اوصلها في ايه؟ توصلها في التغذية، في التمرين، وفي الراحة. لما بتجمع الثلاث عوامل الرئيسية دول، التمرين وتغذية وراحة، دوت بيقودك وبياخد جسمك لافضل نسخة منه او للجسم المثالي بتاعه. تحاول تصلح عاداتك وحياتك والستايل اوف لايف بتاعك وهو هياخدك للجسم المثالي، وشيل من دماغك حتة الوزن المثالي.